أهلا وسهلا فيكم من جديد. الفنان هو مرآة تعكس واقع المجتمع وإنعكاسه، برز في العديد من الأعمال البدوية والدرامية، فكانت له مسيرة مكللة بالنجاحات والإنجازات. معنا ومعكم في هذا الاستوديو اليوم الفنان القدير ساري الأسعد، نقيب الفنانين الأسبق. يسعد صباحك. يسعد صباحكم. شرفنا ونورتنا. صباح الخير. يسعد صباحك أستاذ، وإحنا سعيدين بتواجدك معنا لليوم. وأنا سعيد بوجودي معك. أهلا وسهلا بك. إحنا رح نكمل لقائنا طبعا بعد ما نشوف هذا الريبورتاج وراجعين أكيد. خليكم فضل معنا. الفنان الأردني ساري الأسعد فنان لمع بين العصرين الماضي والحالي، يعد من أهم نجوم الدراما الأردنية. فقام الفنان الأردني القدير خلال مشواره الفني بتقديم العديد من الأعمال الفنية التي لاقت رواجا ونجاحا باهرا، فترك بصمة في قلوب المشاهدين الأردنيين والعرب. بدأ مشواره الفني في السبعينيات بعدما شارك في مسلسل أنا ودموعي لتكون انطلاقة نحو عالم النجومية والشعبوية الكبيرة في الأردن والوطن العربي، ليقوم بعدها بالمشاركة في العديد من الأعمال الفنية المتنوعة بكافة أصنافها وأشكالها وعلى جميع الأصعدة. عين كنقيب للفنانين عام 2014، وساهم بشكل كبير في مساعدة وتقديم الخدمات للفنانين الأردنيين في النقابة. ورغم منصبه إلا أنه استمر بتقديم الأعمال الفنية الرائعة، وانتهت فترته في النقابة حتى عام 2016. وحتى وقتنا الحالي ما زال يقدم الفنان ساري الأسعد الأعمال الفنية المتميزة والتي تفخر بها الساحة الفنية الأردنية. بدي يبيع خمرة في المطعم. شو عليه؟ يبيع. كيف يبيع؟ حطي لي من هان ومن هان. عين. بس ما تشتري. حاضر حبيبي. بس أنا ما راح أترككم وراكم جوا بيوتكم وبرا بيوتكم وين ما تروحوا راح أسود عشتكم. الفنان الأردني ساري الأسعد بين الماضي والحاضر حكاية لفنان تميز وأبدع وقدم الكثير للساحة الفنية الأردنية والعربية. يعني أكيد بنشكر طبعا الزميل عادل عواد على هذا الريبورتاج الجميل جدا. نرجع نصبح فيك أستاذ ساري. صباح الخير. طبعا يعني حضرتك قامة فنية جدا كبيرة ورائعة، بس إذا رجعنا شوي هيك للماضي خبرنا كيف دخلت عالم الفن. يعني دخلت أنا عالم الفن بسنة 75-76 من خلال طبعا المسرح المدرسي. نعم. وكان أيامها الشغل قليل جدا، يعني الدراما يعني بالسنة يمكن يشتغلوا عمل. فكان في عمل للتلفزيون الأردني اسمه أنا ودموعي، وكان مخرجه حسن أبو شعيرة الله يعطيه الصحة، فنزلوا إعلان بالجريدة إنه بدهم فنانين شباب. جميل. فرحت زي هالشباب قدمت وزبطت الأمور معي. جميل جدا. فالحمد لله يعني من هناك بدأت انطلقت يعني. أكيد. يعني أنت عملت في العديد من الأعمال البدوية والكوميدية والدرامية، لكن لما اسمه ساري الأسعد في الأعمال البدوية أكثر شيء، تحدثني عن هذا الإنجاز أكثر. شوف العمل البدوي أنا مع الأعمال البدوية القديمة اللي قدمناها. نعم. لأنه كانت يعني لسه بكر لما قدمناها. الآن الأعمال البدوية للأسف عم تتقدم بطريقة يعني أنا ما بقول توثق الحياة البدوية، بس لا يعني في شيء ما لمسناه في الحياة البدوية، ما لمسناه عند الـ هذا الإنسان اللي عايش بالصحراء، ما دخلنا لأعماقه. نعم. أخذنا دائما الأعمال أخذناها بشكل سطحي، عرفت؟ والدليل على ذلك أنه هاي الأعمال الآن الأعمال البدوية. نعم. للأسف الشديد يعني للأسف الشديد ما لها علاقة بالبدوي كبدوي، يعني هاي. نعم. بدوي بدو التلفزيون يعني. نعم. خلينا نسمي، بس اول كانت في اعمال فعلا يعني اعمال بدويه أصالة. فيها اصاله فيها بتحكي عن القيم وعن الاخلاق وعن المبادئ، وبتحكي عن قضايا كتير لها علاقه بالانسان البدوي. نعم. جميل جدا. نعم. استاذ، يعني هو الفنان مرآة للواقع بشكل عام. أكيد. والدراما لازم هي تحاكي الواقع. أه. ممكن من هذا الباب عم بيكون شوي الاعمال عم تتطور اكثر، ما عم بتكون هي قريبه للواقع البدوي اكثر. فشو رايك بتطور الدراما مع الواقع ومحاكاتها الواقع بشكل عام؟ لا لسه. شوف احكي لك شغله، الدراما اذا حاكت الواقع ترى الواقع مرير، والدراما مش عم توصل انها تحاكي الواقع. بنجمل شوي الواقع. احنا مش بس بنجمل، احنا يعني شوف بدي استخدم مصطلح شوي قاسي، احنا بنكذب. احنا بنكذب. الواقع مختلف تماما.
احنا للاسف الشديد الدراما حتى العربيه، انا ما بحكي على الاردنيه بس، والدراما العربيه ما لامست هم المواطن ولا لامست وجعه ولا لامست آماله أحلامه وطموحاته للأسف الشديد. صحيح. والآن الدراما العربية عم تخدم أجندات للأسف الشديد، أجندات غير عربية، غير عربية، وعمالهم بحاولوا من خلال هاي الدراما أنه يدخلوا علينا أشياء غريبة ما كانت موجودة في مجتمعاتنا. نعم. يعني للأسف الشديد رمضان اللي هو مفروض يكون فيه قيم إنسانية وقيم دينية وقيم أخلاقية وقيم 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 عم بنبث فيها أعمال، طبعا أنا بحكي بالعربي. نعم. يعني بحكي عن وطن العربي، بحكيش على الأردن. بنبث أعمال كتير سيئة، بتخدش الحياة، فيها تطاول على قضايا كتير. صحيح. فيها إلها علاقة بمنظومة أخلاقية عم بنهشم فيها وعم بندمر فيها، وهذا كل الحكي في المستقبل حنندم عليه. وأنا أحمل كل الدرامين العرب النتائج، لأنه مش المهم إنك تشتغل مسلسل تلفزيوني أو تشتغل عمل عشان تطلع، لا لا، في قضايا، في أشياء عم تنبث في هذه الأعمال، هذا سم رح ينعكس على المجتمع وعلى أبنائنا، حتنعكس على مجتمعنا وعلى أبنائنا وعلى كل شيء له علاقة بحياتنا. صحيح. نعم. إحنا اليوم نحكي عن قدرة الفن كيف يغير المحتوى اللي موجود بالتعامل كمان وبمساعدة كمان السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي، وهذا التطور صار يعني هالفن قدرته جدا رهيبة على إنه يغسل عقول ويغير محتوى من واقع لمواقع أو حتى على شاشات التلفزيون، ويخلينا إحنا اليوم ننتهج واقع مش موجود. مزبوط. عايشينه في الخيال. السوشيال ميديا شوف غيرت كثير من المفاهيم، وللأسف الشديد الآن، أول لما كنت تطلع على قامات فنية فنانين كنت فعلا تبهر. الآن مش مهم أنك تكون عندك موهبة أو فنان أو كذا، لا، اليوم جيب مهرج بعمله شوية حركات ونزله على السوشيال ميديا. صحيح. أهم من أدخن فنان موجود على موجود على الساحة العربية. نعم. والدليل على ذلك شوف حجم المشاهدات لهدول الناس اللي أنا بعتبرهم، يعني عارف شو، بديش يعني بلاش لأنه قاسية الجملة. نعم. هدول هم سبب تردي تردي وصول الشباب إلى هذا المستوى من التفكير، لانه الكوميديا مش انك تغلط على الناس ولا تسب ولا انك تستخدم مصطلحات خارجه عن حدود الادب وعن حدود اللياقه. والدليل على ذلك انه الان بتتفرج على هذا المحتوى بتستحي تقعد انت واولادك تتفرج عليه قدامهم. صحيح. للاسف الشديد. والمشكله انه لاقي رواج، انه مواقع التواصل الاجتماعي بتلاقي عليه 7 و10 و12 مليون. صحيح. لتكتشف انه يعني هذا العالم مش عالمي. نعم. هذا اللي احنا فيه مش لإلنا، هذا لإشي تاني، لإشي مختلف. طب هذا اللي عم نحكيه هي مسؤولية مين أستاذ برأيك؟ شوفي هلا هي شوف، لأنه الحكومات ما عم بتقوم بدورها. نعم. لأنه مفروض الدول تقوم بدورها. صحيح. لأنه المحطات التلفزة لما كانت أول كان فيش إلا كل دولة عربية لها قناة، الآن كل دولة عربية لها 1000 قناة. صحيح. غير القنوات، كل واحد صار معه شوية مصاري وصار يبيع ذهبات مرته ويفتح قناة. نعم. صحيح. وصار يحكي وينظر علينا ويعطينا مواعظ. نعم. هلأ هاي مسألة الحكومات، الحكومات لما يكون في عندها استراتيجيات واضحة إلها علاقة بالمواطن، إلها علاقة بهم المواطن، حتى المحطات الرسمية. صحيح. صرت لما بدك تيجي تدخل تشتغل عمل بحطوا لك 1,000,000 مغفر في راسك ومليون شرطي، ولا تحكيش هيك وتحكيش هيك وتحكيش هيك طب شو احكي؟ صحيح. ايش احكي؟ بس احنا يعني الدراما تبعتنا الاردنيه بس ابن العم بينزل بنت العم على الفراس، بس هاي هي، وبيلحق بنت عمه على العين. لا لا، مش هيك الدراما. في وجع للناس، في وجع الاردنيين. صحيح. في الم للاردنيين. صحيح. في قضايا كثير يجب ان تنقل عن طريق، لازم نحكيها. وفي احنا ان رسائل كأردنيين، ان رسائل للداخل ورسائل للخارج، احنا مش عم بنوصل اشي، اعلامنا ما عم بوصل اشي، الاعلام في واد ويمكن القيادة بتفكر بواد اخر للأسف الشديد. وبديش الواحد يتوسع لان كنتوا محطة وفي محطات تانية، بلاش يزعلوا منا. اليوم احنا بدنا نحكي عن حب الاعمال اللي قام فيها الفنان ساري الاسعد الى قلبه. هو اكيد الانسان يعني الفنان بالذات، لانه هو
شعورا اكثر بيكون بيتجسد بالدور. بس اليوم انت احب الادوار اللي لغايه الان بحكي لك لو بترجع تنعاد ممكن ارجع اعيدها اكثر. يعني هيك عمل لامس قلبك صحيح؟ شوف والله انا شخصيا بدي احكي لك عن حالي، انا معظم اعمالي لامست قلبي. ليش؟ لانه انا اشتغلت عن قناعه، ولما بشتغل بعد قناعه، ما بشتغل بس يلا بدي اشتغل عشان، لانه بيقول لك انه كثر العمل بيؤدي للانتشار. لا صحيح. ومرات كثر العمل ما بيؤدي للانتشار، مرات كثر العمل بيؤدي الى قله هيبتك، بضيع المجهود. وبتصير انت عباره عن سلعه في ثلاجه، كل ما يفتحوا بلاقوك. لا مش هيك المساله، لا مو هيك. انا في كثير اعمال بعتز فيها، في عند سيدي رباح بعتز فيها، مع انها فيلم تلفزيوني مدته ساعتين. في عند التراب المر بعتز فيه، الرصيف البارد بعتز فيه، المشوار الطويل كثير من الاعمال بعتز فيها، لانه انا اصلا احد اسباب انه يعني بقول لك ليش انت مش كثير عندك اعمال مقل. انا ما بشتغل اي شيء وبرفض اشتغل اي شيء. جميل. والان صرت حريص جدا اكثر واكثر بعد ما تقدمت في العمر، انه فعلا اقدم اعمال كمان ذا محتوى محترم، احترم في عقل المتلقي واحترم عقلي انا كفنان. هذا اهم. صحيح. جميل. استاذ، ب 2014 ل 2016 استلمت نقيب الفنانين. من 2013 ل 2018 انا نقيب. من 2013 ل 2018 ما شاء الله. يعني مده طويله نوعا ما. كيف بتوصف هاي المرحله؟ طبعا احنا بدنا نبارك لنقيب الفنانين الاستاذ محمد العبادي، اكيد مبارك. الف مبروك له طبعا، زميلنا وكان نقيب في 2002. صحيح. شوف احكي لك شغله، هلا كل نقيب له اجتهاداته الشخصيه. نعم. انا لما استلمت جيت في مرحله كثير صعبه على الفنان، والان لما زميلنا محمد استلم اجى على مرحله مش صعبه، المرحله قاسيه جدا. صحيح. على الفنان. للاسف الشديد احنا خلينا نعترف الحكومات ما عم بتتساعد مع قطاعات كثيرة في البلد، مش صحيح. بس قطاع الفنانين، وإحنا جزء من هالوطن، فما عم بتساعدوا معنا، ما عمالهم في ثقل وحمل على الفنان الأردني. الفنان الأردني في عنده بطالة مقنعة، يعني ليش نكذب على بعض؟ في بطالة مقنعة. اللي صاير إنه إحنا عندنا شركتين بتشتغل، وكل شركة إلها خمسة ستة بيشتغلوا معها هدول، والباقي طيب وين يروحوا هدول؟ وين يعني كيف بتفكر الحكومة؟ طب انت رسالتك كيف بدك توصليها؟ الدراما هي الوسيلة الأهم أنا برأيي والأخطر في توصيل رسالتك. صحيح. هلا هذا مش مستغلينه للأسف الشديد. وحتى الأعمال، يعني أنا ما بدي بس تشتغل عمل عشان تشغلني، لا أنا بدي كمان أعمال بتحمل محتوى محترم وتليق بالمواطن الأردني وتليق فينا وفي بلدنا. صحيح. مش بس بدنا نقدم أعمال عشان تشغلونا، لا ما بدنا عشان تشغلونا، لا بدنا كمان أعمال محترمة. صحيح. نشتغل فيها، بدنا أعمال. يعني أول كان الواحد لما يقول أعمال هي عد أعمال، الآن بتستحي تحكي إنك شغال في العمل. نعم. تخجل. جميل. طيب إحنا كان لك العديد من التصريحات مؤخرا تنتقد فيها الأعمال الدرامية الأردنية اللي بتنتجها شركات عالمية أو بتوجهها شركات عالمية. مزبوط. تحدثنا أكثر عن هذا الموضوع. شوف أحكي لك شغلة، لما الدولة تتخلى عن مسؤولياتها ومسؤولياتها المجتمعية ومسؤولياتها تجاه مواطنيها، بنسمح لهاي الشركات أنها تدخل وتعمل اللي بتهيا وبراحتها. هاي شركات عالمية بميزانيات هائلة وكبيرة جدا. نعم. فبالتالي هاي لهم يعني في سياسة معينة بالنسبة لهم، وفي رسالة بدهم يوصلوها. هلا الرسالة فيها خطورة جدا على مجتمعاتنا. نعم. خطورة جدا على مجتمعاتنا، فبيقدموا هاي الأعمال. هلا هاي الأعمال أنا وجهة نظري شو اللي بصير قاعد؟ هلا وجهة نظري إنه هدول الأعمال بدهم يوصلونا كمواطنين وكعرب وكمسلمين يعني بشكل عام، إنه فيش إشي اسمه محرمات. صحيح. كل شيء مباح. صح. وكل شيء مسموح تحكي فيه، يعني ما في شيء نحاول ما نحكيش حمراء فيه. فاحكوا باللي بدكم اياه. هلا هاي لما بتكسر كل هاي التابوهات وكل هاي المحرمات، لما بتكسرها انت عمليا ضربت في صميم البني ادم، في صميم انسان العربي.
دمرت جواته، هشمت كل شيء مبني جواته من قيم وأخلاق ومثل ومبادئ، دمرتها. وهذا اللي بدهم يصلوا له، إنه عادي يعني البنت، سوري يعني معلش، البنت عادي يعني تمشي عارية في الشارع، ينحكى كلام بذيء في هاي الأعمال، وكلام خارج عن الحدود الأدب واللياقة. صحيح. فعشان يصير إشي عادي، يعني زي ما صاير هلأ حاليا، كنا أول لما نشوف واحد نازل دم، إنه هلأ صرنا نشوف الناس تنطخ قدامنا وتموت ودمها نازل عادي. وصار إشي عادي، وانت بتوكل بتفطر أو بتتغدى أو بتتعشى. صح. صار إشي عادي. فهم بدهم يوصلوا لإشي، بدهم يوصلونا لإشي في هاي الأعمال، يعني إنه عادي. يعني آسف بدي أحكي شغلة بالنسبة للأعمال التركية، أعمال التركية اللي غزتنا، اللي ما قدروا يغزونا في السابق غزونا الآن. يعني معلش سامحني، بقعد على الغداء لازم يكون العرق موجود، ولا وبرجوك المشهد انت بتستمتع انه ايه طريقه مغريه، عرق وويسكي ومش عارف شو، عادي يعني، عرفت؟ فلازم انت يعني تخلدهم، انه لازم تحط قنينه العرق وتتكسر وتنبسط. لا يا عمي مش هيك المساله. طب احنا كان اول ممنوع التدخين في المسلسل. صح. ممنوع التدخين في اعمالنا، كان ممنوع التدخين لانه انت قدوه، الناس حتشوفك وممكن تقلدك. بس الان ما عاد، الان زي ما يقولوا راحت طالع فروت الصاله، راحت الامور سايحه على بعض. صحيح. لان الفنان هو يعني في عنده مسؤوليه مجتمعيه، هو بوصل رساله. ضمير. صحيح. الفن ضمير، ضمير الناس، ضمير البشريه. الفن بيعبر عن الناس. صح. هو بيوصل حتى البيئة أو طبعا. المجتمع داخل، يعني لما شخص من خارج الأردن يحضر مسلسل أردني، هو كل فكرة أنه هاي هي البيئة الأردنية. فالفنان هو عم بيوصل صورة الأردن بشكل طبعا. عام. هذا إذا استغلت صح، إذا استغلينا هاي الأعمال الدرامية في نسوق بلدنا سياحيا واقتصاديا ومجتمعيا، إذا استغلناه. والدليل على ذلك شوفوا مصر الآن، مصر احنا ما كنا نعرف لا القصرين، بين القصرين ولا خان الحرير ولا مش عارف شو يعني الخليلي، ولا كنا نعرف شيء من المسلسلات التلفزيون والافلام، صرنا نعرف. صحيح. كلها سوقوها بطريقه ذكيه الاتراك، استغلوا هاي القصه. والدليل على ذلك الناس صارت تروح تحج على قصر نور مهند. صح. يعني في ضمن البرنامج تبعه انه زياره قصر نور مهند محل ما صوره. صحيح. يعني صار معلم تاريخي في 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 اسطنبول. اكيد. وهذا اللي مش قادرين. طب احنا عندنا البتراء وعندنا جراش وعندنا ام قيس، ولا احنا ولا عاملين شيء، احنا ولا عاملين شيء. يعني هذا الواحد بيأسف له دائما انه احنا اليوم عم نشوف في هذا الشيء. بس الفنان دائما يعني زي ما تفضلت هو رساله، رساله ساميه وعلى مر العصور دائما. الفنان القيم اليوم شو رسالته؟ شوف الآن أنا وجهة نظري رسالة الأهم للفنان. نعم. هي بعث الروح الوطنية والانتماء وإعادة صياغة المشهد الثقافي والإعلامي بشكل مختلف تماما. احنا في 2022 ولسه إعلامنا بتعامل على 1965، وهذا الحكي ما بيصير. إعلام العالم تطور، العالم صار قرية نتيجة مواقع التواصل الاجتماعي ونتيجة الاتصالات. صحيح. وإحنا لسه مخبين وكل شيء، لا وصار عندنا شغلة من بثهاش ومنعلنهاش. كيف يعني كيف؟ طب ما إحنا أنا بسمع أخبار الأردن من برا، ليش بسمعها من بلدي؟ صحيح. أخبار بلدي. هذا الحكي كله ما عاد يزبط. فالفنان ضمير الناس، هذا لما يكون عند الفنان ضمير. صحيح. أما إذا كان الفنان ما عندوش ضمير فهاي كارثة. صحيح. أنا وجهة نظري. أستاذ ساري الأسعد، الفنان الرائع ونقيب الفنانين الأسبق، كنا كتير سعيدين بتواجدك معنا لليوم، نورتنا. شكرا يسر. أتمنى لك دوام الصحة والعافية والتألق ونجاح دائما. شكرا لك. شكرا لك. يعطيك ألف عافية. شكرا. مشاهدين لا تروحوا بعيد، مكملين معكم بفقراتنا وحلقتنا، خليكم معنا.